نعم. وكرة مرة أخرى عند اللاعب رابح، رابح لكاميرون الكرة، دائما محاولة لفريق الوداد البيضاء، والهدف هدف رائع بواسطة اللاعب باكاري كوني اللي كيقذف من فوق المربع، وهدف رائع اللي كيتسجل في اللحظة 33 لفريق الوداد البيضاوي. إذن مرة أخرى سنشاهد الهدف الذي تمكن من توقيعه فريق الوداد البيضاوي، ربما قام بتنويم فريق النادي القرنيطري بهذه العبارة، وتمكن بالفعل من تسجيل الهدف، هدف الأول الذي سنشاهده من زوايا مختلفة. هدف أعطى السبق لفريق الوداد البيضاوي خلال هذه المواجهة. إذن نفس النقطة تعادت في المناسبتين، الأولى كانت بواسطة بويتيس كان متقدم بيستارا ولكن ما كتب لهاش النجاح، أعيدت نفس اللقطة مع اللاعب الإفريقي الآخر وسجل منها لأنه بيستارا كان متقدم بعض الشيء، وبالتالي في مناسبتين نفس اللقطة تسجل فيها هدف بالنسبة للوداد.